السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى إن شاء الله تكونوا على خير، الأحوال ديالكم طيبة. مرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة، وعواشركم مبروكة إن شاء الله بالصحة والسلامة والعافية. اليوم كما كيبان لكم جبت لكم حلوة اقتصادية رائعة، كتجي صراحة بنينة بنينة بزاف، حلوة ديال الفينو مع الكوك، أكيد غادي تعجبكم. والتنريضة ديالكم كتوجد يعني في 10 دقائق، رمشة ديال العين. كنعرفوا بالله عيد الأضحى ما كنكونوش هكذا، يعني كنديروا هكذا الحلويات اللي كتكون كثيرة، والإنسان كيكون دائما منتبه هكذا بالنسبة لهكا الخرفان، وكيبغي راك عارفة الله يحسن، راكم عارفين الله يحسن العوان، يعني دائما كنكون الحلوة ديال عفوا المائدة ديال العيد ديال الأضحى كتكون يعني خفيفة ظريفة، وكيكون حلويات إن شاء الله اقتصادية وكتكون رائعة، وعلى حسب كل واحد والجيب ديالو. هاد الحلوة إن شاء الله غادي تعجبكم، والبنينة بنينة بزاف، والمكونات البسيطة واقتصادية. كنتمنى إن شاء الله يعجبكم الفيديو، ما خليوا لي اللايك ديالكم والتعليق لأنها كتعطيني طاقة إيجابية، وبقوا معي إن شاء الله المرور المقادير والطريقة التحضير وفرجة ممتعة. هنايا كما كيبان لكم كأول مرحلة عندي هنا 2 حبات ديال البيض، يعني كما ذكرت لكم حلوة اقتصادية، ولكن راه كتجي رائعة بنينة، غير جربوها. كتقدروا كتضاعفوا الكمية. عندي هنا 2 حبات ديال البيض، كاس ديال السكر ديال العنبة، عندي كاس ديال الزيت النباتية، عندي هنا الزيت ديال هكا الحامض أو الليمون، وعندي نصف الليمونة اللي معصرة. كندمج هاد العناصر جيدا، ومن طبيعه الحال كنضيف واحد القريصه ديال الملحه. صافي هنا كندمج هاد العناصر مزيان حتى كتنسجم ليا. صراحه غير جربوا هاد الحلوه ديال الفينو، كتجي بنينه وكتجي هشيشه نفس الوقت، القرمشه من الفوق ولا اروع، اكيد غادي تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. من بعد ما كندمج هاد العناصر مزيان، كنضيف هنا نصف كوب ديال الجوز او الكوك. الكوك ضروري كيكون داك الكوك اللي كيكون لكم هكذا ميدم، باش كيطلق منكم الصراحه كتجي واحد النسمه فيه ملي مزيانه. وهنايا عندي واحد 4 المعالق ديال النشا، وغادي كما كتشوفوا غادي هكذا نخفق هاد العناصر، وضفت حتى 2 معالق صغار يعني ديال الخميره الكيماويه. صافي كنبقى هكذا كندمجهم مزيان. هنا كما كتشوفوا ضفت الخميره الكيماويه، يعني 2 معالق اللي كيكونوا هكذا صغار. يعني كما ذكرت لكم دائما هاد العناصر راكم كتضعفوا، يعني المقادير كتزيدوا كتضعفوهم على 2. يعني دائما في الحلويات اي مكون هكذا كتنزلوه وانتم كتعطيوه هكذا كتخدموه مزيان. هنايا ضفت الكوب الاول ديال هكا الدقيق ديال الفينو، كندمجوا بهذا الشكل هذا. يعني كنبقاو دائما الدقيق هكا كنضيفوه بالتدريج، كنضيف الكوب الثاني. وهنايا عندي الكوب الثالث، كنضيف هكذا غير النص ديالو حتى كنده هكذا كنجمعها حتى كنعرف القوام ديالها. يعني اللي ضروري دائما الدقيق، واخا كيكون نفس مثلا العبار يعني، ولكن كتبقاو ردي البال حيت كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين اللي لا. هنا ضفت النص الاول حتى بقيت هكذا كنجمع بشويه بشويه. يعني هاد العجين ديال هاد الحلوه هادي ديال الفينو راه كتجينا ما قاصحاش بزاف وما مرخوفاش بزاف.
وهنايا غادي نضيف نصف الكوب الثاني، يعني 3 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الفينو. صافي، وكنبقى نجمع العجين على هذا الشكل هذا. وهاد العجينه غادي تخليوها ترتاح، يعني هكا تدخلوها للثلاجه. كتعرفوا دابا بلا كاين الصاد، يعني كتدخلوها للثلاجه كتخليوها حتى يعني تقريبا 15 دقيقه حتى 30 دقيقه، كتبقى حتى كتجمع معاكم يعني كتشرب. صافي، كما كيبان لكم هنا خليتها ارتاحت 30 دقيقه. قد ما خليتها ترتاح كتجي هكذا مزيانه. هنا عندي اللوز او كاوكاو، يعني اللي متوفر عندكم. عندي هنايا اللوز يعني ما محمص هكذا، كيكون هيك يعني مجروش، وكنخليوه هكذا كما كتشوفوا شويه هكذا كيكون صحيح. صافي، وكنفند كما كنعمل واحد الكرات، وكنفند في داك اللوز هذاك مزيان، وكنضيفه في واحد الصينيه. وكما كتشوفوا الشكل ديال العجين، القوام ديالو كيفاش كيكون، يعني كتشرب كتولي على هذا الشكل هذا. نتوما ملي كتكونوا هكذا كتكوروا العجين وكتفندوه كتضيفوه على اللاطه، دائما جربوا بالوحيده. الا لقيتوها بدات كتسيح لكم في اللاطه، يعني راه خاصكم تزيدوا ليها الدقيق الفينو. يعني الا حطيتوها هكذا دخلتوها الفران غتزيد تسيح لكم، ما غيبقاش المنظر ديالها مزيان. ولا بقات لكم هكذا قابطه هكا الفورمه ديالها، يعني صافي، يعني هذا هو القوام ديالها. صافي، انا غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه، يعني كنكورها هكذا كنعمل واحد الكرات وكنفندها مزيان في هذا اللوز هذا، وكنصففها في واحد الصينيه ندخلوها للفران درجه الحراره اللي كتكون 160. انا عندي الفران الفوق والتحت، يعني كنقربها هكا العافيه من الفوق حتى هكذا كطيب هكذا كتبدا كتشقق. وصافي، انا صراحه كطيب ليا من الفوق ومن التحت ديالها. صافي، وكما كيبان لكم هذا هو الشكل النهائي كيفاش كنحصلوا عليها. الصراحه كتجي رائعه، كتجي المنظر ديالها زوين بزاف، والمذاق ولا اروع. غير جربوها، كتجينا بنينه 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 بزاف، مرمله من الداخل ديالها، وعندها واحد القرمشه من الفوق. اكيد غادي تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، يعني سريعه ديال التحضير، مكونات الاقتصاديه يعني، وغادي كتكون متوفره في كل بيت. وان شاء الله كنتمنى لكم ان شاء الله غير جربوها، وما تنسونيش بلي لايك ديالكم، لي لايك لي لايك، ودائما التعاليق لانها حتى هي كنقراها وكتعطيني طاقه ايجابيه. وبالسلامه عليكم، عواشركم مبروكه، بالصحه والسلامه والعافيه، وخليت لكم لهنا ورحت البال. الى فيديو قادم ان شاء الله.